والتسبيح على نوعين بل أنواع، مرة تسبيح باللسان، تسبيح بالمقال. إحنا الكلام، أنا أقول سبحان الله وأنت تقول سبحان الله، ولما نزل قوله تعالى سبحان ربي الأعلى وبحمده قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ماذا نقول بالسجود؟ لما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. ولما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. بالركوع ماذا نقول؟ سبحان ربي العظيم وبحمده. هذا تسبيح بالمقال، وهنالك تسبيح لا بالمعاد، تسبيح بالحال. يعني على سبيل المثال، يعني إذا شفت فد مخلوق غريب، حيوان غريب، شجرة غريبة، ثمرة معقدة غريبة، أنت من شعب قلبك بتقول سبحان الله، لسانك ما تستعمله لكن قلبك يقول شنو؟ يعني شنو؟ يعني أنزه الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الحيوان، اللي خلق هذا الجبل، اللي خلق هذا السحاب، اللي خلق الطيارة،